لله الحمد. أن الله صاحبي وياه، ما تبقى تشيل الأمل. أملي في الله، أملي في الله. مهم أنا بيطالي، أنا ما عندي أمل، مليت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ما كان هددت شي واحد. أنا هاد الصور هذا معي بعد من الصور اللي باقي ما فتتش على التصاور ديالي، غا بعد من الصور باقي غنطلع من المدينة وغنوقف وسط الخاصة بالصور ديالي، غنكبرهم ونعمل بلاكة. وأين سأذهب؟ أين المصير؟ أنا مسلك الخاوي. حسبنا الله ونعم الوكيل، خير عمر ونعم بالله. لا انا صافي اللي بغى. المهم انا الاخوان ديالي غير شاركت معكم هذا اون ديريكت وصافي. ولد انا الدار الوالدين ديالي، انا خوتي يومان وانا كنطلع بالسكنه وتامر، ماشي ما عندي شي فلوس، كنطلع على رجلي بالسكنه وتامر، كنهضر مع راسي، راني علي نطردق بالسكنه وتامر، كنطلع على رجلي غير باش كنهود في الصباح وانا واقف، كنقيل واقف اليوم الدبزة تراوش كدا. المهم انا ما دخلتي، دخل واحد السيد، المهم لافير في الصباح نوض هوت، جبرنا بنادم فوق بعضو المخزن كيضرب الى اخره، طن طن طن، ما كاين، ما صورنا لا لايف، ما صورنا، كيديو التليفونات الى اخره. دار الشباب اللي في السكنة وتعمير. المهم انا ماشي، اقسم بالله اخوتي لك مع راسي كنهضر، اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو، كخمم نقتل راسي. ولكن الله سبحانه وتعالى محرم هادشي هذا، وحرم الظلم على راسه. وانا نظلم الدعوه ديالي غتبقى بيني وبينو غتبقى حتى يوم القيامه، وما نسمح حتى شي واحد. السلام عليكم الاخوان، وسمحوا لي بزاف، الله يرحم الوالدين. تحياتي، تحيه لعمر براق، اي لاف يو تطوان، والله يجيب السهله كل واحد، الله يعاون كل واحد اللي استفاد، واللي ما استفدش الله يفتح له باب الخير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. السلام عليكم الاخوان، وتحياتي وبيبا، والله يرحم الوالدين ديالكم. السلام عليكم. اولا سنه سعيده وكل عام وانتم بالف خير. فيليس انو نويفو اي فاتا ان بوكو سوراس نو ا لو ميخور دوس هوراس اي فيليسيتاندو ا تودو الموندو ا تودوس ميس اميغوس كي فيلا انو نويفو. بغيت نعمل هذا الفيديو هذا، وبالضبط يعني انا مرايا قولوا حنا الناس اللي كتبها في الارض في الرشه، برشلونة بالضبط، وفي الرملة، في الرملة برشلونة بالضبط، يعني الرملة برشلونة أشهر رملة في العالم، وش أكبر شارع وأشهر شارع في العالم، هاما موراي الفراشة كيبيعو ملي كيكون مثلا ماشي المخزن كيهزو داغي يمشي بحالهم، مع العلم هنا تنزاد اللوخو. أولا أتضامن مع الشاب والصديق، وخا ما كنعرفوش غير تشوف الفيديو ديالو، وجميع الأصدقاء تيتوان، آدم تيت آدم والحانوت كانال تيتوان، كل شيء. الاسم ديالو هو عمر براق، كنظن عمر براق، شفت الفيديو ديالو، ألمني ديك الفيديو، لأن السيد جايب حياته كاملة، هو كيبيع في صنيد الرمل، في سوق صنيد الرمل، يعني بائع متجول كيبيع الخضر والفواكه. يعني السيد كيتقاتل القوت ديالو اليومي، والحياة ديالو كيتقاتل مورا ديك، يعني الحياة ديالو ماشي على ديك الخضرة والفواكه، كيف ما أي واحد في الدنيا هذيك كيخدم عمل شريف. السيد حنا عارفين بأن دابا حيدو البيعة والشراية بقوة، وجاو العسكر والمخزن شفناهم كاملين، سواء كانوا في الشارع في الدان ولا في صنيد الرمال ولا في طابولا ولا في الكودية ولا في أي مكان، ولكن بطريقه غير لائقه، يعني بواحد الطريقه بشعه، وفي نفس الوقت ما عطاهمش التعويضات. يعني كيفاش اخرج جايب حياته كامله كيبيع في الارض، وكيبيع وكبر ولادو على ديك البيع هذا،
يعني على ذاك البيع هذاك، ومن بعد جيتينا تحرموا وتحيدوا بقوه، وديلو نتاعو وديلو السلعه ديالو وما تعطيش المقابل، يعني تخليه بلا مقابل. شفنا مؤخرا بعض الاصدقاء يعني تيتوان عطاو بينو بعض الاماكن، ولا واحد السوق اللي هو طلعت يعني سوق سيدي المنضري اللي في المحطه القديمه، عاملينهم تما شبر، عاطينهم شبر مربع، شبر فيه رباع، فيه مترو على مترو، غيبيعوا فيه الخضار وغيبيعوا فيه الفراشه. وهاد السيد هذا مثلا عمر براق اللي هو حياته كامله هو كيبيع منذ الصغار، وعنده الصور ديالو كتوثق بانه كان كيبيع، تحرم ديك المحل وتحرم ديك، قلت انا المحل يعني تحرم ديك التجزئه، لان في البشويه ولا في بلديه تطوان كيعطيو ديك الاماكن دبيع وشرا غير الناس المحسوبيه، وكاين شي واحد في الفدان شي مقدم ولا شي صديق مقدم عنده، هو عنده ديك السوارات ولا عنده ديك المقر، المهم عنده الملف يدو كيبيع يشري فيهم. يعني مع وفي نفس الوقت ضد ان ديك الشارع كامل، شوارع تطوان ولا المناطق كامله مثلا كتفرش في الارض بطبيعه الحال، ماشي منظر، وانما في نفس الوقت علاش ما تجبروا لهم شي الحل، اعطيهم الحل، فتشوا لهم على الحل والمطاع اللي غادي يبيعوا فيه. الناس اللي كتقول بان الحوانات هما مضرين، هذا كذوب، الحوانات هما اللي كيعطيو من بعد منهم السلعه. وثاني حاجه خصكم تعملوا ببالكم بان ديك الناس اللي كتبيع في الارض في المغرب راه حتى هما كيخلصوا الضرائب. علاش كيخلصوا الضرائب؟ كل يوم نهار ملي كيفرش هو في الارض، حنا عندنا اصدقاء حتى هما كيبيعوا في الفدان وكيبيعوا في المدينه وكيبيعوا في شنيط الرمل وكيبيعوا في الاسواق، كل يوم كيجي عنده المخزن ولا كيجي عنده مقدمه ولا مهم مسؤول على البلديه ولا المسؤول على الشرطه، كيدي من عنده 5 دراهم 1000 فرنك. يعني ديك السيد حياته كامله هو كيعطي ب5 دراهم او 1000 فرنك، غير يفتح غير يفرش في الارض، غير مجرد انه يفرش في الارض، مجرد انه يفرش في الارض ويقول بسم الله يفتح يرزق، كيعطي 1000 فرنك او 5 دراهم. يعني هذيك كتسمى ضريبه، حتى هذيك ضريبه، وما كيتسالش هو واش غيبيع ولا ما غيبيعش. ها هما الناس كتبيع هنايا في الارض، ما كاينش حتى شي واحد يقول لهم اعطيوني الضريبه. انت كتشوف الناس كتبيع في الارض، حتى شي واحد ما كاينش يقول لهم اعطيوني الضريبه، او لا ارى من عندك، او لا يجي يهزهم بالقوه، او لا يحرموهم المعيشه ديالهم. انا شفت الفيديو الصادق يعني الاخ عمر براق اللي هو يعني كل شيء اللي شاف ديك الفيديو، حتى كنظن بعض القنوات شوف تيتوان ولا قناه تيتوان حتى هي تضمنت مع ديك الشاب هذاك، لانه ورى بعض المسائل، حتى بكى اللي شاف ديك الفيديو كامل، يعني مظهر يألمك ان واحد الشخص حياته كامله كبر من صغره، من صغره الى حتى كبره هو كيبيع ويشري في الارض الخضره والفروت، من بعد جيتينا تحرموا من كل شيء، ميمكنش حتى التعويض ما داش، حتى يعني التعويض يعني في غادي يبيع هذا السيد هذا، في غيكون هذا السيد هذا، في غيربي ولادو، في غادي يربي ولادو، كيفاش غيعملوا ولادو، كيفاش غيربي ولادو. من بعد كنقولوا حنا بان وقع تشرميل وقع كريساج، من بعد كيكريسي الفتيات كيكريسي، وكلارو بوركيتينا خنقتي، يعني واش اخر خنق الشعب من كل ناحيه، خصوصا في تطوان. دابا واحد السياسه اخرى مثلا الديوانه ما كايناش، وفي الشارع يعني البيع اللي كانوا كيبيعوا في الشارع ما كاينش، وشني غيكون؟ فين غيمشيو هاد الناس هادو اللي كانوا كيبيعوا في الارض، والناس اللي كانت كتقات من الديوانه، فين غيمشيو هاد الناس؟ هاد الناس هادو فين غيمشيو؟ فين غيعطيو بالراس؟ هاد الناس هادو الى اين؟ انا جيت من تراسا حتى برشلونه بالعاني، ها انت ها هما الناس كيبيعوا في الارض، هاهما الناس كيبيعوا في الارض، الناس كيبيعوا في الارض، الناس كتبيع في الارض، حتى واحد ما كيهضر معاهم. كيجيو مونيسيبال، كيجيو بوليسيا مونيسيبال، كيعملوا ديك الغطسه، كيهزوا نتاعهم، كيضربوا باسيو، عاو كيميكوا عليهم، عاو كيهبطوا كينزلوا يبيعوا. مع العلم حنا في واحد الشارع اللي هو يعني من الشوارع الاشهر المشهوره في العالم، الرامله دي برشلونه، الرامله دي برشلونه، بلاصه كاتالونيا. هنا فيك هاد المنطقة هذا فيك يعملوا فيك يعني فيك يحتفلوا في فوتبول كلوب برشلونه، ملي كيديو شي ليغا ولا شي حاجه في هاد المنطقة هذا اللي هو معروف في العالم كامل، يعني بلاصه كاتالونيا. وهما البيعه هما فيك يبيعوا، ولكن كاين واحد النظام
راه هي ساره، راه هي تندات كامل كره انجلش بغارتنا، كره انجلش كبر راه هو جامع تندات اش يعني كل شيء، ولكن ما كاينش ديك العنف، ما كاينش ديك العنف. سيد حرمته من رزقه وحرمته من المتاع ديالو، كان حياته كامله هو كيربي ولادو على داك البيع والشراء اللي كاين في صنيع د الرمل، من بعد جيتو حرمته وما عطيتوهش حتى المحل ولا المقر اللي غادي يجلس يبيع فيه. ماشي غير هو، يعني الالاف. كل نهار كنشوفوا حنا فيديوهات، كل نهار كنشوفوا فيديوهات الشباب في تطوان مثلا، وماشي هادشي هذا ما كاينش غير في تطوان، وانما هادشي هذا كاين في المغرب كامل. يعني في المغرب كامل كاين هاد المضرة هادي، وفي الدول العربية لان الحكرة كاينة في الدول العربية كاملة. فانا كنظن بان هناك سياسة يعني تجاه بعض المدن، وخصوصا مدينة تطوان، لان في الصيف يا سلام يا سلام، وسلم لي على بابا والمهرجانات، نعم سيدي. وفي الشتوى كحطون، وفي الشتوى ما كاين والو، في الصيف مرحبا بالجاليه وكل شيء جاي وكل شيء غادي، وفي الشتوى كل شيء كيموت وكل شيء كيتوفى. اخر ناس يعني اخر فئه اللي كانت كتبيع وكتقات بمجرد يعني شحال نقولوا حنا، كتدخل هاد الناس هذا، كتدخل غربه تجيب الماكل ديالها والشراب ديالها وتخلص كرا ديالها، واذا قدرت انها تخلص كرا ديالها، ونهار اذا مرت لها شي واحد او لا مرت له شي واحد، فالعائله هي اللي كتدور بالحاله، والعائله هي اللي كتدور بالعائله كامله، باش شي ام ولا شي اختو ولا شي بنتو تدخل للسبيطار، العائله اللي كتعاون ديك الشخص هذاك. فتحرموا من البيع، وتحرموا من يعني المطعم اللي كانوا كيبيعوا فيه. احنايا في وسط برشلونه ها الناس كتبيع، ماشي غير الافريكان، حتى المغاربه، حتى هما المغاربه كيبيعوا، كل شيء كيبيعوا. يعني هادشي اللي عطى الله، فهمتي؟ و واش نقول لكم، يعني انا قلت لك تضامني المطلق ولا مشروط مع الصديق عمر براق، لان شفت الفيديو ديالو ألمنا. وصراحة يعني واحد الفيديو، واحد السيد كيهضر من قلبه وكيوري التصاور ديالو، وتا شي واحد لا يرضى بالذل، تا واحد ما كيرضى بالذل الا اذا كانت عنده ظروف، او لا انه يقول على حياته من احسن الزيت مثلا، يجي واحد اخر يضحك عليه ولا يستهزأ به. فهذا كيتسمى تا واحد ما كيرضى بالذل. ف شنو نقول لكم، لا حول ولا قوة الا بالله. نتمنوا كل يعني سنة 2018 تدخل على الأمة كاملة، المسيحية والإسلامية واليهودية واللي ما عنده دين، تدخل على الأمة بالأرض يعني كاملة بالسلم والسلام. وكنحيي جميع الإخوان والرفاق والأصدقاء والإخوان، وتحية لكل صديق وكل محب للسلام في هذا العالم. وش نقول لكم، يعني كنتمنى ان بعض الاصدقاء اللي انا كنشوفهم هنا يعني كيشوفوا الفيديو خصوصا في تطوان، انهم يبلغوا السلام من عمر براق ويقولوا له سيقي في طريقك، وناض من اجل المحل ديالك او من اجل ديك الرباع اللي كيعطيوه هما في الباشويه ولا مع فاين، باش تكمل الحياه ديالك، ولا داعي تخاطر بحياتك. واي واحد اللي كان كيبيع في الفدانه ولا في شارع تطوان ولا في يعني في شوارع تطوان ولا في بعض المناطق كانوا كيبيعوا في الارض، نصيحة لله أنكم دعون الله، ربي سهل عليكم شي حاجة أخرى، وحاولوا ما أمكن أنكم أي واحد أنه يتشبت بالأخلاق ديالو ويضغط على ديك على النفس ديالو باش ما يمشيش يتهور، لأن كلارو بوركي كيف ما كيقولوا بأن الدولة العميقة دائما، الدولة العميقة على من كتبحث، الدولة العميقة كتفتش غير على هذا الشيء هذا. الدولة العميقة كتفتش على هذا الشيء هذا، كتفتش أنها تفقر الواحد وتفقر الشعب كامل باش ينوض الفوضى في البلاد، ويبقى يعني يبقى المسؤول هو حاكم على 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 المنطقة، ولا المقدم هو اللي حاكم، إما غادي يتبعوني وإما غادي غنعملوا حجر تجوال. دابا باقي لنا حنايا في سيتوا غير نعملوا حجر تجوال، يعني ما يخليو حتى شي واحد يقول حالة الطوارئ. الديوانة شدوها، الديوانة غمقوا يعني تمصوها، البيعة والشراء، البيعة اللي كانوا كيبيعوا في الأرض حتى هما شدوا عليهم،